وكده هو خلصنا القطايف بتاعتنا وبقت بالشكل الجميل دوت. طبعا اكتر من نص كيلو طلع من مج دقيق. يا رب تاكلوا وتتهنوا وتتجمعوا على سفرة رمضان انتوا وحبايبكم واولادكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان نوصله كل جديد وكل مفيد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة طبعا هنعمل مع بعض القطايف بتاعت رمضان بطريقة سهلة وسريعة وبدون تخمير. معنا هنا هو مج كبير من الدقيق، ومعانا معلقة نشا أو الكورن فلاور، وهنا هو معانا معلقة سكر بنفس المعلقة دي، ومعانا هنا هو ربع معلقة بيكنج باودر أو خميرة الحلواني زي ما حبايبنا بيقولوا. هنقلب كل المكونات دي كده هو مع بعض. طبعا حطيت برضو رشة ملح عشان الطعم. ومعانا كوباية المية ما ننساهاش اللي هتعجن لي القطايف بتاعتي. وهنا هوت هنحط كوباية المية، هنحطها شوية شوية يعني عشان في دقيق بيقبل المية وفي دقيق لا. نضرب كده هوت كويس عشان ما يتركش عليا الدقيق. نعمل كده هو ده الاول، هنحطها شكلنا كلها كده. بس كان بخاف من مية بدل ما ايه ما تبوظ لي الدنيا. نضربها كويس، يا اما بقى تضربيها في الخلاط لو انت يعني ايه ما عندكش مضرب ولا حاجه، او المضرب اليدوي العادي. طبعا كلنا عندنا خلاطات او معلقه بشوكه اي حاجه هتنعب برضو معاكي وهتبقى كويسه. طبعا مكوناتها تقيله لسه عشان كده زودت حطيت الكوبايه كلها. ونضرب بقى كويس علشان تبقى لنا ناعمه وحلوه. العجينه خلاص خلصت معايا، هتبقى بالصوم كده. شايفين ازاي بقت ناعمه؟ هنجيب بقى حاجه، اي حاجه عندك كده هو فيها بوس كده هو زي كوز او اي حاجه زي ما بنقوله هنا هو الشكل ده وده. لازم يبقى فيها البوز دوت علشان لما تيجي تصبي عجينة القطايف تطلع معاكي يعني كويسة. ومعلقة السكر اللي احنا حطيناها علشان زي يعني تدينا الشكل ايه اللي زي اللي احنا بنشتريها. يبقى من تحت كده هو لونها فيها داير احمر. خلاص هنحط هنا هو بقى عجينة القطايف ونروح على الطاسة ونشوف هنعمل فيها ايه. اهو حطينا عجينة القطايف هنا، وهنروح مع بعض على الطاسة ونسخنها كويس وهنشوف هنعمل ايه وهتطلع شكلها ازاي ان شاء الله. تنبسطوا بيها وما تنسونيش في اللايك والشير، لو مشتركش في قناة اشترك وفعل الجرس عشان يوصله كل جديد وكل مفيد مني. وطبعا دي هتوفر علينا فلوس كتير جدا. يعني كوباية القطايف بتاعتنا او كوباية الدقيق بتاعتنا ديت مش هتكلفنا حاجة، لكن لو احنا اشترينا القطايف دلوقتي باربعين جنيه ويمكن كمان هتزيد في رمضان عشان كل حاجة زادت. فاحنا بقى ندبر نفسنا ونتعلم كل حاجة عشان نوفر ونمشي نفسنا في رمضان ان شاء الله. هنروح بقى الطاسة ونحط فيها عجينة القطايف،
وطبعا الطاسه بتاعتي هتكون تيفال. ولازم يعني الحاجات اللي ممكن يعني ايه تبوظ لي شكل القطايف، ان ممكن الطاسه مع كتر الاستخدام بتبقى يعني ايه عامله مطبات، يعني انتوا فاهمين اللي يعني ايده في المطبخ او اللي بياخد باله بيبقى حاسس بالموضوع دوت. لازم الطاسة تكون طاسة عدلة علشان ما تجيش تصب القطايف تلاقيها بقى جارت منك كده وجارت منك كده، لا تبقى عدلة وتنزل الدايرة كده هوت مظبوطة. ان شاء الله تنظبط معاكم وتبقى حلوة. وانا دلوقتي بسخن اهو الطاسة علشان نروح لها مع بعض ونشوف هنصب القطايف ازاي وهتطلع شكلها ازاي جميلة وحلوة. وكده هو خلصنا القطايف بتاعتنا وبقت بالشكل الجميل دوت. طبعا اكتر من نص كيلو طلع من مج دقيق. يا رب تاكلوا وتتهنوا وتتجمعوا على سفرة رمضان انت وحبايبكم واولادكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان نوصله كل جديد وكل مفيد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.